ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هذا الشيء. القطار السريع البطيء استبشرنا بزماناته مع بزوغ شمس القطارات السريعة في بلادنا البطيئة خيرا، لكن مع مرور الزمن وجدنا أن القطارات السريعة أبت أن تسبقنا، وقررت لوحدها من دون استشارة أحد أن تبطئ من سرعتها، وذلك مشان ما يزعل منا القطار العادي. إيه مو حلوة أنه قطارين عايشين مع بعض بمحطة واحدة يتميز فيها قطار عن قطار؟ لكن القطار السريع الذي هدأ من سرعته كرمال خاطر صديقه القطار العادي شعر بأن القطار البطيء قد غدر به وتميز عنه وسط العجقة، فلقد اكتشف القطار السريع اللي بالاسم سريع فقط أنه صديق القطار العادي اللي بالاسم فقط عادي ليس قطارا عاديا، لأنه متميز عن كل قطارات العالم بأنك بتقدر تدخن فيه وتفصفص بالزر وتلحش هالقشر بهالأراضي وكأنك قاعد بسفينة وعم تعمل خير وترمي بالبحر. حتى امتلأت العربات بالخيرات والثروات، القشر بزرية والقشر موزية والقشر برتقالية، فلما سأله أنه ليش هيك عم تعمل حتى صاروا زباينك أكثر من زبايني وأنا اللي خففت مشانك ومشان خليك تلحقني، أجابه أنه مين قال لك تخفف سرعتك؟ أسرع إذا بدك، مين ماسكك؟ هنا نظر السريع بحسرة إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صممه وقال إنه الموضوع خرج من إيده، فالسكة لا تحتمل سرعته. نظر البطيء إلى السكة التي يعرفها جيدا، ذلك كونه صلوا بالخدمة شي قرن زمان، وقال إنه بيمشي الحال إذا عمال الصيانة عملوا صيانة يوميا للسكة. فقال السريع إنه العمال بصراحة عم بياخدوا مهمة صيانة وعم بيطلعوا بهالطرطيرة ويقزروا فيها على السكة بس بدون ما يشدوا ولا برغي، حتى أنهم لا ينسون أن يحملوا معهم لابتوب غاز ليصنعوا الشاي عليه ويتلززوا بيشربوا في الهواء طلق وهنن على الطرطيرة اللي عم تمشي على السكة. نظر البطيء إلى السريع وهز رأسه قائلا الحق مو عليك، الحق على اللي جابك، مكانك مو هون، صدقني لك روح رجع لبلادك، روح رجع. هكذا حدثنا هذا الشيء. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.